حيينا الآثار القديمة الجزائرية عبر هذه التقنية، تقنية 3D. إعادة بناء المواقع الأثرية تأخذ بزاف الوقت لأنها مشي عملية بسيطة، لازم نخدموها مع متخصصين في عالم الآثار وفي التاريخ باش نكونوا دقيقين في العملية. فريال تونسي مؤسسة مشاركة لشركة شيديو ديزاين مع أختي تونسي دوغيا. دوغيا تونسي مؤسسة مشاركة كوفوندر للمؤسسة الناشئة شيديو اللي هي مختصة في الموقع الافتراضي وموقع المعزز. قمنا بإعادة بناء لعدة مواقع في القصبة اللي هي المدينة القديمة تاع الجزائر العاصمة والمدينة الرومانية تاع تيبازا، وحبينا نخدمو تاني على المواقع الأثرية الرومانية اللي جايين في مدينة جميلة سطيف وتيمقاد باتنا ومواقع أخرى يعني في المستقبل. حنايا ننظموا أنشطة في الموقع الأثري هذاك تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة المؤسسة الناشئة. السائح كي يجي يشوف أولا الموقع الأثري كيفاش راه حاليا، من بعد حنايا نوفروا له الفرصة يشوفوا كيفاش كان في الماضي عبر نظارات الواقع الافتراضي، يكون يعني في هذاك الشارع ومن بعد يدخل داخل البيت كيفاش كانت يعني في الماضي، ويشوف الأتات، يشوف الألوان، يشوف الديكور اللي كان كاين، ويعني مام الأصوات نعاودو نخدموهم باش يعاود يعيش هذاك الزمن الماضي، يسمع العصافير، يسمع الناس يتكلموا، يسمع الموسيقى تاع زمان، يسمع الماء. حنا نعاودو نخلقو كامل هذاك الجو اللي كان زمان، يعني حنا نروحو في الحاجات البسيطة جدا نروحوا ليها ونعاودوها هكذايا باش هذاك السائح هذاك يحس روحه زمان، يحس روحه كيما كانت هذيك المدينه ولا الدار كيما كانت في الماضي. جاتنا الفكرة تاع شيديو في وقت الكوفيد، كي شفنا بلي الناس ما يقدروش يروحوا للمواقع الأثرية والمتاحف، وقلنا بلي في الجزائر لازم تكون سولوشن لهذا المشكل، وبدينا نخمو في طريقة اللي تقدر تخلي الناس يروحوا المتاحف، يروحوا المواقع الأثرية، يروحوا يديروا سياحة يعني بدون ما يخرجوا من ديورهم. دونك شفنا بلي كاين تقنية الواقع الافتراضي وبدينا نخدموا عليه. انا واختي من بكري نحبوا واش كامل واش كاين في الثقافه في السياحه، نحبوا نتعلموا على التاريخ، التاريخ الجزائري، التاريخ تاع البلدان الاخرين، وجاتنا هذه الفكره خاصه خاطر دوريا اختي هي متخرجه من المدرسه العليا للفنون الجميله الجزائريه، وقرات في دراسه تاعها قرات هذه التقنيه 3D والبرامج هذوما. انا عندي ماناجمنت، ما عنديش باك جراوند تاع التكنولوجي، بدينا نشوفوا كيفاش، حتى قلنا نأسسوا هذه الشركه، نقترحوا هذه الفكره هذه للوزير تاع المؤسسات الناشئه اللي كانوا شجعونا، دايوغ عطاونا اللابيل ستارت اب، عطاونا على هذه الفكره هذه، وبدينا درنا المشروع الاول اللي هو اعاده بناء دويره في المدينه العتيقه اللي راهي في الجزائر العاصمه. بالإضافة إلى إعادة إحياء المواقع الأثرية، نخدم تانية المعارض الافتراضية للمؤسسات، نخدم المحاكاة في عدة مجالات، مجال الطبي، مجال الصناعة، ترينينج، وعندنا تانية الإيفنت تاعنا اللي اسمه ألجيريا ويب 3 اللي هو فيرست إيفنت في الويب 3 إن ألجيريا. كي
كي تخصصنا يعني في هذا المجال تاع التكنولوجيات الحديثة، خدمنا مع جزائريين متخصصين كيما حنايا في هذه المجالات، يعني الويب 3، الميتافيرس 3D، وقلنا نجمعوا كامل هذه المؤسسات والناس الفعالة في هذا المجال ونوروا بلي في الجزائر كاين ناس عم يخدموا على هذه التكنولوجيات مام اللي هي حديثة. وهذا الايفنت كان هو الاول في الجزائر، نظمناه حنايا شيديو، ان شاء الله يكونوا نسخ اخرى في 2024 انا نخدموا عليها، اللي كيف راح نهضروا على التكنولوجيات الحديثه، على 3D، على فيرتشوال رياليتي اكسيتيرا.